لا فيها لحظات كتير 30 حلوة. هدف مع نادي الاسماعيلي برضه. الاسماعيلي يا كابتن يعني اسماعيليه ذواقين. الكره الحلوه. الاسماعيلي؟ لا ما لعبتش الاسماعيلي. لا كانوا عايزينك. انا في بداياتي وانا صغير كنت اروح نادي الاسماعيلي بس. وحسام رحت اختبرت في النادي الاهلي بعد ما قابلت في الاسماعيلي ولعبت بعد كده مشواري في حسام حسن جيت مره معانا شويه ايام الكابتن الاسماعيليه طبعا السمسميه والكره الحلوه. لا الجماهير هناك مش عايزه مكسب. عايزه كره حلوه. ايوه عايزه تستمتع بكره. ونكسب الاهلي. اي فرقه تتمنى تكسب الاهلي. لا بالذات يعني هم انا اول ماتش العبه للاسماعيلي كسبنا الاهلي بعد 16 سنه. كابتن امين دابو الله يرحمه جاب جول في الاهلي اللي دابو يعني يقولوا زمان كده اللي دابو 16 سنه. لما رحت انا اول ماتش كسبنا صبري المنياوي جاب جول بنالتي فكسبنا الاهلي. فكان لما رحت الناس بقى حبتني جدا. احتفالات بقى طبعا. وكنت اول ما انزل الملعب الجماهير كلها ايوه حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي. شوف بقى المدربات ده كان هتاف الدراويش لكابتن حمدي نوح. بالظبط. طب قولها لنا تاني بقى وعايزك بقى تغنيها كده وتلحنها كانك دلوقتي بتسمعها من صوت جماهير الاسماعيلي. لا اول ما كنت انزل فعلا كان ابص للمدرجات كلها طبعا كان يقولوا سيحه عمده حازم رومي يونس. بس لما يجي حمدي نوح بقى يتقال ايه؟ قولها لنا. حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي ويعيدوها بقى ايه على طول. جميله كانت دي بتسعدني جدا حقيقة. وبعدين كنت بلعب مع فطاحي لعيبه يعني مره جت لي الكوره على ال 18 وبتتنطط وكل الناس قالوا ان انا هشوط فرحت عاملها كده وقلت يا عمده كان عماد سليمان جاي من وراه فعماد راح دخل وحطها جول. بعد الماتش قال لي يا كابتن حمدي انت مش شايفني انت ظهرك ليا. قلت له يا عمده ده الاحساس يا عمده طبعا ده انا حاسس ان انت جاي فعشان كده حطيتها. فعاوز اقول لك لما بتلعب مع لعيبه مستواها عالي وجمهور ذواق بتطلع كوره يعني يمكن افتكر كان صلاح ابو جريشه كان قاعد مع والده بره في البحرين او في الكويت وكان لعيب كويس قوي وجي بقى ولد صغير ونزل معانا الملعب. قبل ما ينزل الملعب قال لي يا كابتن حمدي انا كنت بقعد في المدرج درجه ثالثه وفي واحد قاعد ورايا يقوم يقف يفضل يكلمك يقول لك يا حمدي تعالى يمين شويه يا حمدي روح شمال شويه روح دلوقتي. قال لي مرة كرة جات لك وبتتنطق كده وقال لك شوت يا حمدي راح شايط فيا. ده بيلعب معاك شوت في محمد صلاح ابو جريش قال لي شوت في ضهره. رحت راجع له قال لي ما قدرتش اتكلم معاه لان حسيت ان هو بيحبك او عمال يكلمك وكده. فعاوز اقول لك كابتن ان انا فعلا لما رحت اسماعيليه سبت المقاولين العرب واللعيبه الكبار اللي فيها رحت لقيت لعيبه يتحكموا في رتم المباراة يعني ما شاء الله وكرة حلوة يعني عندنا مش عايزين بطولة ولا عايزين حاجة أهم حاجة الكرة الحلوة أداء برضو من